بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.